السلام عليكم ورحمة الله. ثمين مساء في تونس. في عناوين الأخبار الليلة مشاهدينا: بدعوة من نظيره الجزائري رئيس الجمهورية يحل بالجزائر للمشاركة ضيف شرف في القمة في قمة منتدى الدول المصدرة الغاز السابعة تلتئم غدا، وانطلاق أشغال الاجتماع الوزاري المحضر للقمة. في يوم الحماية المدنية العالمي تقنيات حديثة لحفظ أمن المجتمعات وسلامتها وأنشطة لتنمية الوعي الوقائي لدى المواطنين. تنصيب المجالس المحلية 279 عبر معتمديات الجمهورية، وغدا السبت إجراء القرعة الخاصة بتركيز 24 مجلسا جهويا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يشارك رئيس الجمهورية قيس سعيد غدا السبت 2 مارس بصفته ضيف شرف يشارك في قمة منتدى البلدان المصدرة الغاز القمة السابعة تحتضنها العاصمة الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبونة. قمة المنتدى السابعة تخطط لمستقبل الطاقة في العالم مع السنوات القادمة وترسم خرائطه، خصوصا منها الغاز الطبيعي أحد أهم مصادر الطاقة وأكثرها استعمالا عبر الكوكب. التقرير لزين المليكي. بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون يشارك رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي حل عشية اليوم بالعاصمة الجزائرية الجزائر كضيف شرف في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز. وتناقش هذه القمة ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية للغاز بهدف ضمان استقرار الأسواق العالمية ومواجهة تحديات الطلب على هذه المادة خلال المرحلة المقبلة، سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المتنامية والتي تنعكس بشكل مباشر على إمدادات الطاقة في العالم. وسيكون أمام القادة ورؤساء الوفود والمندوبين المشاركين في هذه القمة رسم معالم مستقبل طاقة مستدام وآمن ومزدهر، سيما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة صديق للبيئة، وذلك ضمن حوارات استراتيجية مفتوحة وجهود مبنية على التعاون المشترك. وقبيل القمة عقدت اجتماعات رفيعة المستوى منذ الخميس لإعداد مشروع إعلان الجزائر الذي سيرفع اليوم لاجتماع وزراء الطاقة في البلدان المصدرة للغاز قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال القمة برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ويهدف المنتدى منذ تأسيسه سنة 2000 من خلال تجميعه كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم إلى دعم حقوق هذه المجموعة السيادية على مواردها من الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالغاز لجعله موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة في ضوء امتلاك هذه الدول لثلثي إمدادات الغاز في العالم وتوقعات بنمو الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود بنسبة 34% بحلول سنة 2050 وفق النسخة 8 من تقرير توقعات الغاز العالمية الذي نشر على هامش أشغال هذه القمة. رئيس الدولة قيس سعيد كان غادر بعد ظهر اليوم أرض الوطن في اتجاه الجزائر للمشاركة في سابع قمم منتدى البلدان المصدرة الغاز. اجتمع قبلها برئيس الحكومة أحمد الحشاني وقد أطلعه على نتائج زيارته إلى باريس، كما أورده بلاغ رئاسة الجمهورية. رئيس الحكومة كان في توديع رئيس الجمهورية وكذلك المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس وأعضاء الديوان الرئاسي وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلادنا. يوم عالمي للحماية المدنية
احتفت به اليوم عديد جهات البلاد. نظم معه ديوان حماية المدنية الوطني موعد تنشيط لفائدة العموم بالحي الرياضي بالمنزه، اشتمل على ورشات توعية وتثقيف وعمليات إنقاذ بيضاء شارك فيها الصغار والكبار تلاميذا وجمعيات وأولياء ومدرسين، كما تتابعون تاليا مشاهدينا في نقل فراس بن سعد. التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية شعار اختارته المنظمة الدولية للحماية المدنية ليكون محور الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية بمختلف الدول. فبالحي الرياضي بالمنزه عرف الديوان الوطني للحماية المدنية بما تشهده تونس من تطور في هذا المجال وبأبرز النجاحات والتدخلات التي حققتها وحدات الحماية المدنية التونسية، وذلك عبر تنظيم فضاء تنشيطي لفائدة العموم يهدف إلى تحسيس المواطنين بمختلف إجراءات الوقاية والسلامة الواجب اتخاذها في حدث سجل مشاركة فريق من الدفاع المدني السعودي. أنا سناولي أول مرة ما تشارك معنا الدفاع المدني السعودي، وذلك في إطار يعني التعاون التونسي السعودي في مجال الحماية المدنية. كحماية مدنية نحن نحاول ديما ان نواكب التطورات في مجال يعني التقنيات وفي مجال المعدات سواء الخصوصية او في مختلف الوسائل الاخرى، كذلك اعتمد التطبيقات اللي تساعدنا كذلك التطبيقات هذه في مجال رصد الاخطار ومتابعتها. التقلبات المناخية دي تتطلب اليقظة، تتطلب الانذار المبكر، تتطلب كذلك تجهيزات حديثة لمواكبة الأخطار هذه. هناك تقنيات جديدة واللي الحقيقة حتى تم استغلالها في عدد التدخلات الأخيرة على المستوى الوطني، وكذلك حتى تم استغلالهم على المستوى التدخلات نتاعنا. تعرفوا اللي تونس شاركت في عدد من التدخلات الأخيرة على مستوى سوريا، على مستوى ليبيا، على مستوى كذلك تركيا. هنا وقع استغلال التقنيات هذه في تحديد المخاطر، في تحديد سرعة ونجاح التدخل. وبمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات ورياض الأطفال تم تنظيم عروض وورشات وعمليات بيضاء في مجال الإسعاف والنجدة والإنقاذ. لازم الثقافة متاع التطوع هذه تكون معناتها مغروسة فينا. شوفوا معناتها الشباب معناتها قاعدين عنا الأجيال المستقبل هذوما نعلموا فيهم في أبجدية الإغاثة والنجدة وكل شيء، باش كي تصير حاجة معناتها نكونوا الناس كل ملمين بالاساسيات بتاع التطوع. العمل هذا العمل انساني، عمل معناه في فائده للمجتمع، في فائده للوطن، وهذه دور المجتمع المدني في الانشطه الكبرى. واحنا سند للمؤسسات العموميه، سند للوطن، باش نكونوا حاضرين ديما مستعدين لكل الطوارئ. كما كشف الديوان الوطني للحمايه المدنيه عن ارقام تبين نشاط الحمايه المدنيه خلال السنه المنقضيه، إذ تجاوز عدد العمليات 273 ألف عملية موزعة بين التكوين والتحسيس والنشاط الوقائي والنشاط العملياتي. 93 عيدا تحييها الحماية المدنية عبر العالم اليوم، وهي الجهاز الأمني الذي يؤمن مجموعة من إجراءات حيوية قصد حماية السكان وحفظ الممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الحرائق والكوارث والحروب. تقرير ليلى الجوادي يفصل في تاريخ إنشاء ما يعرف أيضا بالدفاع المدني ودوره. رغم ظهور أول مقاييس للحماية المدنية في العالم في الإمبراطورية الرومانية بعد حريق روما الشهير وبعد الحرائق التي تم تسجيلها في العالم، كانت الحربان العالميتان الأولى والثانية سببا في التفكير في وضع خطة عملية لمواجهة النتائج الوخيمة التي انجرت عن استعمال مختلف الأسلحة في الحرب. ففي هذه الفترة وضعت أولى المقاييس الخاصة بالدفاع المدني في حالة الحرب، ثم امتد هذا التأسيس إلى حالة السلم. ويعود تاريخ إنشاء الحماية المدنية إلى سنة 31 و900 وألف، عندما قام الطبيب الفرنسي جون سان بول بإنشاء جمعية مشارف جنيف واتخذ من باريس مقرا لها، ومن هذه الجمعية انبثقت المنظمة الدولية للحماية المدنية. وسنة 66 و900 وألف تم اعتماد دستور للمنظمة صادقت عليه 18 دولة، وفي غرة مارس من سنة 72 و2000 دخل دستور المنظمة حيز التنفيذ وبدأ سريان العمل به من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
يتركز دور الدفاع المدني أو الحماية المدنية أو الوقاية المدنية وقت السلم خصوصا في تقديم الإغاثة للمتضررين في حالات الطوارئ ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف. ولعل التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة ومن جرى عنها من حرائق غابات وأمطار طوفانية أصبحت شغلا شاغلا للحماية المدنية في كل أنحاء العالم. ويبلغ دور الحماية المدنية أهميته القصوى خلال الحرب، إذ يكون من واجبها تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية والوقاية من آثار الغارات الجوية والأسلحة التدميرية، إضافة إلى إجلاء المدنيين من مكان الخطر إلى مكان آمن وإنقاذ حياتهم. الإنسانية التي بعثت الدفاع المدني للدفاع عن الحق البشري في الحياة ما زالت تتفنن في أبشع أنواع القتل خلال الحروب، ولعل ما يحصل في غزة منذ أكتوبر الماضي أكبر دليل على ذلك. وبأدوات بسيطة وإرادة صلبة يتابع عناصر الدفاع المدني الفلسطيني محاولتهم لإنقاذ أرواح المدنيين العزل في ظل جرائم حرب ينفذها الاحتلال الغاشم كل يوم. في انتظار تنظيم قرعة غدا بين أعضاء المجالس المحلية تضبط تركيبة المجالس الجهوية 24 الأولى وتعلن أسماء أعضائها خلال أسبوع لتباشر المجالس مهامها بمقرات الولايات، تم اليوم الجمعة تنصيب المجالس المحلية 279 بالمعتمديات جميعها، كما كادته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما ستتابعون في تقرير فتوى شتور. في مواكب رسمية التأمت بمقرات المعتمديات انعقدت اليوم الجلسة الافتتاحية ل 279 مجلسا محليا تبعا لصدور نتائج نهائية للانتخابات المحلية في دوريها الأول والثاني عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الجلسات وكما كان مقررا لها ترأسها الأعضاء الحائزون على أكثر عدد من الأصوات بإشراف المعتمدين، ومثلت مصافحة الأولى على طريق تأسيس العمل المشترك لأجل النهوض بالتنمية. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قال إن جميع المجالس باشرت مهامها بتركيبتها التي يمكن توصيفها بالتمثيلية للمجتمع التونسي من مقاربات مختلفة ومنها المستويات التعليمية، وأضاف أن نسبة حضور المرأة في كل هذه المجالس يقارب 12%، لكن العديد منهن ترأسن مجالس محلية وبإمكانهن أن تكون في بقية المجالس. وهذه المجالس المحلية التي تم اليوم تركيزها ستتوفر على سلطة تقريرية لا استشارية، ستستند مبدئيا في عملها إلى جملة من النصوص السرية المفعول، وهي طبقا لما أوردت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجا العبروجي القانون عدد 87 لسنة 94 و900 و1000 المتعلق بالمجالس المحلية للتنمية بما يقره من طريقة للعمل والعضوية وغيرها، والأمر عدد 22-56 الصادر في جويلية من سنة 2009 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمجالس المحلية للتنمية، فضلا عن مجلة الجامعات المحلية الصادرة في سنة 2018-2000، وكل هذا فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية والأقاليم والمجلس الوطني للجهة والأقاليم، وهذا في انتظار صدور بقية القوانين المنظمة والقانون الأساسي المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهة والأقاليم. هذا وتدعو الهيئة الانتخابية جميع أعضاء المجالس المحلية غدا وضمن فضاءات عدتها للغرض إلى قرعة ستنظمها غدا بينهم حتى يتم تركيز المجالس الجهوية 24، على أن يتم مساء الغد الإعلان عن أسماء الأعضاء، وفي ظرف أسبوع تباشر هذه المجالس الجهوية مهامها في مقرات الولايات. 16 شخصا اتخذت في حقهم السلطات الإيطالية المعنية قرار الإيقاف، واتخذت 11 إجراء تحفظيا أمس الخميس كما أوردته وسائل إعلام إيطالية، في علاقة بملف توريد النفايات من إيطاليا إلى تونس خارج الأطر القانونية في صفقة تصرف في 120,000 طن نفايات تحمل رمز الفهرس الأوروبي، وقعت في 30 سبتمبر 2019 بين ممثل شركة تونسية وشركة إيطالية. التقرير لدر الضوي.
في القضية البيئية التي أثارت جدلا واسعا والتي تتعلق بملف النفايات الإيطالية الموردة إلى تونس، تم إيقاف 16 شخصا واتخاذ 11 إجراء تحفظيا أمس الخميس بإيطاليا في إطار عملية الشرطة القضائية لإدارة الأبحاث لمقاومة المافيا وشرطة حماية البيئة والسلامة الطاقية فيما يتعلق بالتوريد غير القانوني للنفايات من إيطاليا نحو تونس، بحسب ما نقلته وسائل إعلام من إيطاليا. هذا الملف البيئي يتعلق في الأصل بنفايات بلاستيكية تم نقلها ما بين شهري ماي وجوان 2020 من طرف مؤسسة إيطالية لتتم رسكلتها بتونس من قبل مؤسسة تونسية مصدرة، لكن هذه النفايات كانت في جزء كبير منها بنفايات منزلية، ويعد تبادلها خرقا واضحا لعديد المعاهدات الدولية بخصوص تجارة النفايات. وحسب ما أفادت وسائل الأعلام الإيطالية، فإن الأشخاص الذين تم إيقافهم بإيطاليا يشتبه بإقدامهم على جريمة نشاط منظم لأجل التجارة غير المشروعة للنفايات والتسجيل الوهمي والتصرف غير المشروع في النفايات وإقامة مصب غير شرعي، إلى جانب التحايل فيما يتعلق بالتزود العمومي. التحقيق الذي تولت تنسيقه الإدارة الوطنية الإيطالية لمقاومة المافيا وقامت به شرطة الوحدة الإيكولوجية بسالرن وبوتنزا الإيطاليتين سمح بتحديد عمليات هامة من نقل النفايات إلى الخارج ضمن سيناريو مقلق لتجارة العابرة للحدود دون الخضوع للمراقبة، وتسببت في أضرار للبيئة وأثرت على الصحة البشرية وفق ما ورد ببلاغ صدر عن إدارة الأبحاث لمقاومة المافيا لدى النائب العام لجمهورية إيطاليا. وحسب نص البلاغ، فقد عمل هؤلاء بالتواطؤ مع وسطاء بما في ذلك وسطاء أجانب لتنظيم نقل النفايات إلى الخارج نحو أطراف غير قادرة بالمرة على معالجتها والتخلص منها بشكل منظم، ومن المرجح حرقها أو التخلص منها بشكل غير قانوني وردمها في إفريقيا، والإسهام بالتالي في تكريس ظاهرة التخلص غير المراقب على الأراضي الإفريقية للنفايات المتأتية من البلدان المصنعة. هذا ويعود أصل الملف إلى إبرام عقد للتصرف في إجمالي 120 ألف طن من النفايات تحمل رمز الفهرس الأوروبي للنفايات يوم 30 من سبتمبر 19 و2000 بين ممثل بشركة تونسية وشركة إيطالية. وقد سمح التحقيق بتوجيه تهم مؤقتة من بينها الاتجار غير القانوني العابر للحدود للنفايات في تونس والتحيل من قبل مسيري مؤسسة إيطالية، كما تم في إطار التحقيق اتخاذ إجراءات لمصادرة أصول المؤسسات المتورطة بقيمة 1,000,000 أورو بحسب وسائل الأعلام الإيطالية. وكانت قضية النفايات الإيطالية التي أثارت ضجة كبيرة في تونس أدت إلى إقالة وزير أسبق، وتم إصدار حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات نافذة من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. هذا كما تم التوقيع على اتفاق تعاون مؤسستي بين تونس وإيطاليا يهم إعادة النفايات إلى مصدرها الأصلي إيطاليا. وحدد الاتفاق الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف بخصوص إعادة النفايات إلى مصدرها، وإعادة في مرحلة أولى ل 213 حاوية من الحاويات المخزنة بميناء سوسة باتجاه إيطاليا، فيما وقع التوافق بين الطرفين بخصوص النفايات التي كانت مخزنة بمخزن بجهة سوسة التي تعرضت لحريق. أول محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية ركزت اليوم بمؤسسة تربوية بمدينة طوربة بولاية منوبة، تتنزل ضمن تنفيذ مشاريع وبرامج للانتقال الطاقي تنفذها وكالة التحكم في الطاقة الوطنية، تجربة نموذجية رائدة تعزز أهداف البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة بالمؤسسات العمومية وكبها نقل مفيد المجري.
تنفيذا لبرنامج الانتقال الطاقي في مرحلته النموذجية التي تحث المؤسسات العمومية على الانخراط في مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تم تركيز هذه المحطة الفلتة الضوئية بمعهد حنا بعل بتبربة بقدرة انتاجية عالية تمكن من تغطية حاجيات المعهد من استهلاك الطاقة. المشروع هذا باش يشمل اكثر من 200 مؤسسة، اكثر من 200 بناية تابعة للمؤسسة، وفي المرحلة النموذجية هذه بدينا ب 55 بناية تابعة ل 54 مؤسسة تربوية، واللي مع بعضهم يجيو 1 ميجاوات من الطاقة الشمسية اللي تم تركيزها على الأسطح بتاعها الليسيات هذوما والمدارس هذه. اليوم القدرة اللي راكبة تغطي 100% من استهلاك المعهد. هذا علاش اليوم حبينا نوريو الامكانيه نتاع تغطيه 100% من استهلاك المعهد، على خاطر الاطار القانوني والتعريفي بتاع تونس اطار خصوصي شويه وعاون المؤسسات هذه التربويه وانه تغطي الاستهلاك بتاعها 100%. حقيقه هذه تجربه نموذجيه تبرهن على المقاربه المنظوميه اللي تراهن عليها الوزاره منذ مده. البرنامج هذايا بإذن الله باش يكون يشمل كافة المؤسسات التربوية. احنا بدينا في بداية هي 100 مليار من المليبات، انطلقنا بها هذه كمرحلة أولى، وإن شاء الله البرنامج ماشي يشمل كافة مؤسساتنا التربوية اللي تعد قرابة 6500 مؤسسة. وبتركيز محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بهذا المعهد، تكون وزارة التربية قد انخرطت في برنامج توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ب 55 مؤسسة تربوية في عدد من ولايات الجمهورية، وقد تم في مرحلة أولى اختيار المؤسسات ذات فواتير استهلاك الكهرباء المرتفعة. من الإحصاء الأولاني عملنا 500 مؤسسة، احنا الإحصاء شمل كافة المؤسسات التربوية، شفنا نوعية الإضاءة، شفنا الأسطح وقدرتها على تحمل التجهيزات هذه. الحقيقة احنا الاستهلاك بتاع الكهرباء المبالغ مفرطة، مبالغ ترهق ميزانية بتاع الوزارة وميزانية مؤسساتنا التربوية، وتأثر حتى على سير مؤسساتنا التربوية. إن شاء الله بالبرنامج هذايا باش بطبيعة الحال باش نخلصوا من الاستهلاك. هذا المشروع النموذجي الأول من نوعه في المؤسسات التربوية عملت على تركيزه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعمين من البنك الألماني للتنمية وصندوق الانتقال الطاقي. المشروع هذايا يتم تنفيذه بدعم مالي وفني من عند التعاون الألماني من خلال البنك الألماني للتنمية الكاف دبل في بقرض في حدود 49 مليون أورو، يعني في حدود 160 مليون دينار تقريبا، ومساهمة من صندوق الانتقال الطاقي في حدود 16 مليون دينار. وبطبيعة الحال فما دعم فني مفرطه الكاف دبل في والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في حدود 5 مليون أورو، يعني في حدود 16 مليون دينار. هذايا باش يشمل المشروع هذايا باش يشمل اكثر من 200 مؤسسه. انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه في المؤسسات العموميه شمل الى حد الان قطاعات التربيه والتعليم العالي والصحه وبعض القطاعات الاخرى التي تتمتع بنايات مؤسساتها بشهائد الملكيه، على ان يتم لاحقا تعميم هذا البرنامج بجميع البنايات التابعه للمؤسسات العموميه. ومن مشروع نموذجي إلى اتفاقية نموذجية ترمي إلى تعزيز التعاون بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والتشغيل والتكوين المهني، وقعت اليوم تتيح للنساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع وباعثاتها المرافقة والتكوين خلال مسار بعث مشاريعهن كاملاً ضمانا لديمومتها، كما تفصل فيه عفاف بوبكر في النقل التالي مشاهدينا. حرصا على ضمان ديمومة المشاريع الصغرى، أمضت كل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة التشغيل والتكوين المهني اتفاقية نموذجية ستشمل في مرحلة أولى حوالي 120 امرأة من المنتفعات من برامج وزارة المرأة بهدف تكوينهن ومرافقتهن خلال مسار بعث المشاريع وحتى بعد تركيزها. التجربة النموذجية سوف تنطلق في القصرين من خلال مركز الفتاة الريفية بالقصرين
للتصريح، وهو سوف يتولى التكوين بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي في مجال تربية الدواجن والأغنام. أيضا التجربة الثانية سوف تكون في مركز الفتاة الريفية بالنسبة إلى جندوبة. أيضا المجامع التنموية النسائية هي مهمة بالنسبة إلينا، هناك رغبة وطلبات للتكوين في مجال التصبير وأيضا في مجال التعليب. اتفاقية تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال دعم التمكين الاقتصادي لفائدة صاحبات أفكار المشاريع وباعثات المشاريع، وتشبيك التدخلات بين الوزارتين بما يضمن ديمومة المشاريع النسائية. سنضع على ذمتهم مراكز تكوين فتاة الريفية في مرحلة أولى وبصورة تجريبية، معناها مش ناخذ 3 مراكز، ثم سيتم تعميم التجربة في كل الولايات. سنوضع على ذمتهم كذلك فضاءات المبادرة لأعداد المشاريع متاعهم، لأعداد دراسات الجدوى المشاريع متاعهم، تأطيرهم. سيكون هناك دراسات الجدوى، سيكون هناك مرافقة ليهم أثناء أعداد المشروع متاعهم. خلال المشروع، المشروع ثم بعد المشروع. وبهذه المناسبة أفادت وزيرة المرأة أمل بالحاج موسى أن الإقبال على منصة رائدات شهد ارتفاعا، حيث تجاوز عدد المسجلات إلى حدود اليوم 15,000 امرأة. اليوم 15,331 مسجلة على المنصة. من ديسمبر 2022 إلى غاية اليوم انتفعت 3,650 امرأة تونسية ببرنامج رائدات، 50% منهم صاحبات شهادات جامعية، و 75% منهن أعمارهن تتراوح ما بين 18 عام و 45 عام. ووفق وزارة المرأة فقد بلغ إجمالي النساء والفتيات المنتفعات ببرامج التمكين الاقتصادي للوزارة منذ السنة الفارطة 5,650. الوضع الصحي شمال غزة كارثي للغاية، والمساعدات الطبية لا تصل بتاتا، كما أكده القائم بأعمال مدير مشفى العودة. طالب معه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الأمم المتحدة بتحرك فورا وبالطرق جميعها لوقف نزيف الوضع القاتل. وقد فاق عدد الشهداء 30,000 ارتقوا في مجازر الاحتلال الغاشم المستمرة حتى اليوم، أحدثها استهداف شاحنات مساعدات دخلت منذ قليل من معبر رفح شرق مدينة رفح. والمتابعة في تقرير وسام قويسم. فيما تزال الأصوات متعالية منجزة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، يومئذ المحتل في ارتكاب المجزرة تلو الأخرى باستهدافه المساكن الأهيلة بالسكان والمدنيين العزل. فشرق مدينة رفح بالإضافة إلى مدرسة تأوي النازحين شمال خان يونس جنوب القطاع وأيضا أحياء جنوب مدينة غزة كانت هدفا لقصف جنود الاحتلال الذين قصفوا أيضا منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. مسؤول في مجمع شفاء فدى من جانبه بأن المجمع استقبل أمس أكثر من 100 شهيد في مجزرة دوار النابلسي، وبأن عشرات الشهداء والجرحى ما يزالون على شاطئ ولا يمكن الوصول إليهم. وخلال 24 ساعة وفق وزارة الصحة في غزة ارتكب جنود الاحتلال 16 مجزرة استشهد فيها 193 فلسطينيا وأصيب المئات. وتشير الوزارة أيضا إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع وفق آخر تحيين لها إلى 30,228 شهيدا. يأتي هذا فيما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل بالأليات والجرافات في إحدى بلدات خان يونس. في الأثناء تتزايد الضغوط للتحقيق في مجزرة شارع الرشيد، وفيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق فعال، حثت رئيسة المفوضية الأوروبية على إجراء تحقيق شفاف في استشهاد المدنيين الذين كانوا يسعون إلى الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال. وانضمت فرنسا وألمانيا ولبنان اليوم إلى الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في المجزرة، مجزرة أدنتها أيضا الصين.
وعلى وقع المشهد في القطاع تتواصل المساعي الدولية وتتعلق الآمال بوقف فوري للعدوان على غزة، إذ عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري على أمل بلاده في أن تنجح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وقال إن الوضع في غزة فظيع. بطولة جهوية لألعاب الرياضيات والمنطق بالمدارس الابتدائية، موعد تنافس ذهني ونفسي قيم شارك فيه اليوم تلاميذ السنة الخامسة من عديد المدارس بولاية منوبة في مسابقة تضمنت فيما تضمنت ورشات متنوعة تحفيزية تضم ألعاب رياضيات أو تمهيدا عفوا لألعاب الرياضيات العربية القريبة. أماني طرهوني واكبت المسابقة كما تتابعون مشاهدينا. هم 22 تلميذا من المدارس الابتدائية مستوى خامسة ابتدائي يشاركون في البطولة الجهوية لألعاب الرياضيات والمنطق في دورتها الأولى. تركيز وانتباه طيلة فترة الامتحان الذي تواصل على مدى ساعة ونصف الساعة ضمن مسابقة تهدف إلى تدعيم قدرات التلاميذ المتفوقين في الرياضيات. جيت لنا باش نعدي امتحان الألعاب الرياضية والمنطق ملي صغير مغروم بها الحاجة هذوما الحساب تعجبني كي الحساب وذاك الكل. عددك في المدرسة في الحساب؟ 20 18 ما كهو ما تيحش منها. شاركت لخاطرني أحسن واحد في المدرسة نتاعي أنا ديما نجي الأول في الحساب يختاروني أنا. أنا وصلت لنهائي نستنى في النتائج، ديما نحل المسائل الصعاب أنا ونخدمهم ديما وأقل نوت جبته في الحساب 19.5، حاب نطمح نولي عالم في الرياضيات. نسخة أولى من هذه البطولة التي سبقتها مسابقات ودورات تدريبية عديدة في المدارس الابتدائية. البطولة هذه يعني كانت عبر مراحل، أول ما بدينا يعني حوالي 54 تلميذ اللي هم تلقاو دورات تدريبية. الحقيقة تفاجأنا الحقيقة بالمستوى اللي نقوله يعني جيد جدا، خاصة على يعني عند تلميذاتنا، وهو بالحق هذا خلينا حافز أنه باش الدورة هذه باش تكون يعني كتقليد صحيح هي كمرحلة أولى ودورة أولى، لكن باش تكون إن شاء الله دورات يعني سابقة، وإن شاء الله علاش لا باش نكونوا مشاركين في البطولة العربية يعني اللي باش تنتظم يعني فعاليتها السنة القادمة. البطولة الجهوية لألعاب الرياضيات والمنطق والتي تضمنت مجموعة من الورشات مثلت فرصة لرفع مكتسبات التلميذ في العلوم والرياضيات في وقت تدنت فيه نسب الملتحقين بهذه الشعب العلمية، وخطوة تمهيدية نحو المشاركة في المسابقة العربية لألعاب الرياضيات. مجالس نوادي السينما مؤتمر متخصص التأم للمرة الثالثة بمدينة الثقافة، ركزت نسخته المنعقدة اليوم على إعادة التفكير في تطوير نوادي السينما وفي عمل يستكشف إتاحات هذه النوادي وتقنياتها الأكثر حداثة واستكشاف جماهيرها المتنوعة، تعميقا لفعلها التثقيفي وأثرها التوعوي في صفوف مرتاديها. لطيفة حمدي واكبت المؤتمر كما تتابعون في النقل التالي مشاهدينا. إعادة تشكيل نوادي السينما من خلال بناء تصور مبتكر لتطويرها وجعلها منصات ثقافية تفاعلية جاذبة للناشئة، هذا ما يتطلع إلى تحقيقه باحثون ومحترفون ونشطاء الحركة السينمائية من خلال تظاهرة مجالس نوادي السينما في ظل ما تعيشه هذه الفضاءات من تحديات تهدد بركودها وتراجع دورها. احنا اليوم قدام تحديات كبيرة في ممارستنا في نوادي السينما، تحديات أساسا مرتبطة بالتكنولوجيا بوجود ستريمينغ ومنصات المشاهدة وموجودة زادة معناتها لي ريزو سوسيو والكل وسائل التواصل الاجتماعي، دونك بحاجة إلى إعادة إنه نشوفوا هل نادي السينما بطريقته بشكله بهيكله القديم والتقليدي قادر إنه يواجه هذايا الكل وقادر إنه يستقطب جمهور جديد وينتشر أكثر. دونك الغاية متاعنا في النهاية إنه يتواصل نشاط النوادي هذه في الزمن وجغرافيا زاد.
ما اغلب الرواد النادي هما شباب، شباب هذوما ما همش دي فغي سينيفيل والا يعرفوا تاريخ نوادي السينما والا نشطوا فيها قبل، دونك باش نجموا احنا نقربوا لهم ونجموا احنا نستقطبوهم يزلنا احنا نشوفوا شنو متطلباتهم هما، شنو الحاجات اللي تعجبهم. هذاك علاش اليوم نادي السينما المهدية يحاول في اختياره للافلام اللي تكون الافلام هذه تنال اعجاب لجان هذوما، خلينا نغرموهم بالسينما. وقد كانت هذه المجالس واللقاءات فرصة لتبادل الأفكار وصياغة مقترحات وبدائل تعيد لنوادي السينما بريقها والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. المقترحات هذه تكون جماعية وما تنجمش تكون بعيدة على هياكل الدولة ما غير مساندة على الفضاء العام اللي دور الثقافة وكل المؤسسات العمومية اللي زي ما تفتح أبوابها نوادي السينما، نحكيه من المدارس الابتدائية حتى للمعاهد للكليات وأيضا القطاعات الخاصة للعمل والقطاعات العامة يكون لازم يكون فيها نوادي سينما. مهم أيضا أنه التقنيات نتاع التكنولوجيا الجديدة هذه نستغلوها. فكرة نتاعي الأساسية هي بقي لازم يكون فما تشبيك ما بين جمعيات السينمائية ووزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، دونك على نوادي السينما زادة باش يقربوا أكثر من المدارس يمشيوا معناتها ماش لازم نلقاو حلول مع وزارات نتاعنا معناتها باش يوليو معناتها شنو يعمل عديو افلام غاديكا يصير نقاشات غاديكا. ويذكر ان حركه نوادي السينما في تونس عريقه وتعود لاكثر من 70 سنه وقد ساهمت في تكوين ابرز المبدعين السينمائيين. فيما يلي مشاهدينا تذكير بعناوين الاخبار. بدعوة من نظيره الجزائري رئيس الجمهورية يحل بالجزائر للمشاركة ضيف شرف في قمة منتدى الدول المصدرة الغاز السابعة تلتئم غدا وانطلاق أشغال الاجتماع الوزاري المحضر للقمة. في يوم الحماية المدنية العالمي تقنيات حديثة لحفظ أمن المجتمعات وسلامتها وأنشطة لتنمية الوعي الوقائي لدى المواطنين. تنصيب المجالس المحلية 279 عبر معتمديات الجمهورية، وغدا السبت إجراء القرعة الخاصة بتركيز 24 مجلسا شهويا. تابعوا الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمسح الرمز الظاهر على الشاشة ومشاهدة نشرات التلفزة التونسية بيت التونسيين. سهرة رائقة مشاهدينا.